وقع هنا لنساء تونس يوم أمس، ونصور كونك مش تكون موافقتني اليوم في التدخل هذا. فلا يعقل أن نائب في هذه القبة يثمن جريمة ترتكب في حق البلدان، في عديد من ترتكب في عديد البلدان في حق النساء. فهذه إهانة للتونسيات ومس من كرامتهن، وهذا انقلاب على أهداف الثورة. وعلى فعوض أن ننهض معناتها بالمجتمع نتاعنا، قاعدين ندخلوا في ممارسة هذايا فصل 89 يا مدام نادية. أنا طال أنا نطالب فصل 89 هذا يطلب السماح من نساء تونس وإلا يستقيل. مش معقول نواصلوا مع شخص في داخل القبة هذه ما يحترمش قانون البلاد وقوانينها، مدام نادية، وهو يثمن جريمة في حق النساء. يا مدام نادية هذا فصل 89 انك تتكلم وتعتذر. تفضل سي سمير، وان شاء الله تعتذر وتكون في المستوى. سيدتي الرئيسة، اي نعم، لاحظنا في الجلسة الفارطة أن طريقة تسييرك للجلسة كانت فاشلة وأدت إلى كثير غالب من فضلك من التوترات. تعلموا شوي. الرجاء، واليوم توا حالا بينت موقف لما كانت الزميلة نائبة تتحدث على جريمة في حق النساء، دخلت الأمور في بعضها، وأنا أحكي لك على مدخلين. فهذا انحياز من عند رئيسة المجلس ماهوش مقبول. أنت رئيسة كل النواب وكل النائبات، ولهذا رجاء أنك تاخذ مسافة، نفس المسافة مع كل الأطراف. وشكرا. اعتذر لزميلتك، علاقة بيني ولذلك قلت لك اعتذر لزميلتك لأنك في المجلس تهجمت عليها. ما هو صحيح. تهجمت عليها، ما تهجمتش عليها. وهي مسافة، وأنا كنت مع الزميلة وقلت لم تذكر اسم، فلم أريد أن أعطيه الكلمة. أنت تعيط، ما جابش عيط كيفك. زايد جدا. ريض شوية عايش، ما قلت لي ريض شوية. ريض شوية يا رئيسة، يهديك ريض شوية، ولازمي الحياد يهديك. والشيء اللي قلته للزميلة تعرفه، ما عنده حتى علاقة بشخصيته ولا بالزميلة، قلت لها كلام في السياسة وهي تعرفه. ولهذا لم أتهاجم على زميلتي، وأنا أتحاشى، وكل من يعرفني أنا لا أتهاجم خاصة على المرأة التونسية. ولهذا هذه كلمة حق تريدين بها باطل، فخليك من الحكايه هذه ولازمي حيادك عايشك والسلام ان شاء الله يا سيدي. وشكرا على النصيحه، ولكن انت ايضا لازم احترامك للمرأة.